إخوان فلاحين إخوان مزارعين، وخلال جولتنا في محافظة ميسان ضمن شعبة زراعة الكويت الواقع طلعنا على تجربة حقلية لتوطين الأصناف أو دراسة ملائمة أصناف من الحنطة والشعير والقمح الشيدني ضمن هذه المنطقة. الأخ المهندس الزراعي الاسم الكريم محمد الشيخ صبار. أخ محمد، حضرتك أنت تنفيذ هذا العمل، نعم. إذا ممكن تحكي لنا ما هي الأصناف والمساحات والآن هذا الحق الإلمة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن توجيهات وزارة الزراعة وتحت إشراف الهيئة العامة للحقوق الزراعية، زراعة توطين أصناف جديدة من محاصيل الحبوب، تم زراعة 13 صنف في منطقة زراعة الكويت في الحق العائد للمزارع الرائد صبيح مدير سعد. توزعت هذه الأصناف بواقع 2 دونم لكل صنف، إجمالي المساحة 26 دونم. تم إجراء كافة العمليات الزراعية من حراثة وتنعيم وتسوية وفق الطرق الحديثة. كمية البذور كانت 33 كيلوغرام بالدونم بالنسبة للحنطة والشعير. تم استخدام كافة الأسمدة السمالي المركب خلال عملية الحراثة للمساعدة في خلط دقائق التربة مع حبوبات السماد وللتخلص من بذور الأبغال، واستخدمنا الدفعة الأولى من سماد اليوريا. حالة المحصول شاهد حالة جيدة، وحققنا تقريبا نسبة إنبات تجاوزت 90%. طيب الأصناف اللي زرعتوها؟ الأصناف أصناف الحنطة التموز 2 وتموز 3 وشيلمي 131، إباء 95، إباء 99، ومكسباك ولطيفية، وأصناف الشعير شعاع وسبع نيسان وأمل وسمير وصنف أروان. طيب كيف تتابعون عملكم في دراسة حالة هذه المكررات؟ طبعا متابعة دورية من خلال متابعة المحصول كل يوم وإرسال تقارير لمديرية زراعة محافظة ميسان اللي بدورها ترسلها إلى الجهات المختصة. المهندس الزراعي محمد الشياع، سؤال أخير، ما هي الملاحظات اللي جمعت لحضرتك عن الأصناف المزروعة أو المحاصيل وملائمتها أو نجاحها لحد الآن؟ مثل ما ذكرت نسبة الإنبات كانت تكون جيدة في كل الأصناف، لكن نلاحظ تفوق واضح لمحصول القمح الشيدني. شكرا جزيلا ونتمنى لك الخير والموفقية.